آية واحدة ليس لها مثيل في القرآن، إنها الآية التي تكفيك هم الرزق والسحر والحسد أيضا. هذه الآية تغنيك عن الناس فلا تستغني عنها. اليوم أحبتي في الله سنتأمل أعظم آية في القرآن، آية الكرسي والأسرار الثلاثة التي فيها. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها الأحبة، والله هذه الآية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستغني عنها أبداً، بعد الصلوات المفروضة، قبل النوم، في حالة الأزمات، في حالة الهم والضيق، يكفي أنه قال: إنها أعظم آية في القرآن. القرآن فيه أيها الأحبة 6236 آية، هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، السر الأول أنها آية الرزق، لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله عز وجل إذا حفظك، ومعنى الحفظ هنا ليس حفظ من الشر فقط أو حفظ الأشياء المكروهة، بل يحفظك من من ضيق العيش، يحفظك من الخسارة، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في أحاديث كثيرة أن من يقرأ آية الكرسي صباحاً فلا يزال عليه حافظ من الله يحفظه من أي شر وبخاصة من شر ضيق الرزق حتى يمسي ومن يقرأها في المساء قبل النوم يعني يحفظه الله من الهم والغم حتى يصبح. إذا هذه الآية تكفيك الشرور واليوم يعني اليوم أمور الاقتصادية وضيق العيش والأزمات التي يمر بها العالم يعني معظم سكان العالم يمرون بهذه الأزمة لأن الحقيقة النظام الاقتصادي العالمي قائم على الربا كما تعلمون قائم على تركيز الثروة بيد القلة القليلة فقط من الناس فواحد بالمئة من الناس يمتلكون ثلثي ثروات العالم تصور واحد بالمئة فقط و99% يعيشون على الثلث، وبالتالي آية الكرسي أخي الحبيب ضرورية جدا، عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه راحة للنفس، عندما تشهد بوحدانية الله، عندما تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، يجب أن تعتقد أن هناك إلها عظيما يحكم الكون لا ينام ولا يغفل ولا تأخذه سنة، يعني غفله قليله جدا لا تاخذه هذا الاله لا يغفل عنك يسمع دعاءك يعلم ما تحتاجه ينزل عليك الرزق بالشيء الذي يكفيك على قدر حاجتك لذلك انت عندما تقول الله لا اله الا هو الحي القيوم حقيقة هذا الإله العظيم الذي اعترفت انه حي وقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، انت تعتقد انه قادر ان يكفيك هم الرزق. موضوع السحر ايها الاحبه، سوره البقره لا تستطيعها السحره او البطله، هم السحره يعني. الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سوره البقره، فإذا لم تستطع ان تقرأ السوره، حقيقة السوره تحتاج لساعتين كي يعني نقرأها أو نستمع إليها على الأقل اقرأ آية الكرسي آية الكرسي تستطيع أن تقرأها بأقل من دقيقة الآية رقم 255 من هذه السورة فهذه هذه الآية بما أن سورة البقرة الشيطان يفر منها والسحرة لا تستطيع إذن آية الكرسي أيضا لها هذه الميزة أنها تصرف عنك شر السحر وال والميزة الثالثة في هذه الآية العظيمة آية الكرسي لصرف الحسد عنك لماذا الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكد أن هذه الآية العظيمة تحفظ صاحبها طيب تحفظك أيضا من الحسد اليوم للأسف كثير من الناس يحسدون يعني يحسد بعضهم بعضا لماذا لأننا ابتعدنا عن القرآن ابتعدنا عن الخوف من الله ابتعدنا عن التفكير بالآخرة وبجنات النعيم فأصبح اهتمامنا كله في أمور دنيوية تافهة فإذا ما تميز الشخص بمال أو بمتاع أو بأي ميزة تجد عدد الحساد كبير جدا لأن نظرتنا أصبحت محدودة جدا بينما عندما تفكر بالآخرة تفكر بلقاء الله تفكر النعيم الذي ينتظرك تصبح الدنيا بالنسبه لك تافهه، وكل زينه الدنيا والمليارات تصبح تافهه بالنسبه لك. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. هذا الرزق الذي تراه امامك هو ملك لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الارض، كل شيء هو لله بالنسبة. هو الخالق، هو الذي خلق كل شيء. فهذه الآية أخي الحبيب، إذا أردت أن تستفيد من خصائص هذه الآية، الرزق والسحر والحسد، أن تدفع عنك شر السحر والحسد وتكسب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى، يجب أن تفهمها، أن تعيش فيها، ليس مجرد القراءة، له ما في السماوات وما في الأرض، إذا أنا أعتقد أن كل شيء بيد الله، وهذا الإله الغني قادر أن يغنيني، هذا الإله الحفيظ قادر أن يحفظني من شر السحر والحسد، هذا الاله الرزاق قادر ان يرزقني، الذي رزق الملحدين ايعجز ان يرزق انسان يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، اذا هنا ايها الاحبه عندما تقول لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، من هذا الذي يستطيع ان يشفع لك او ينفعك او يضرك الا باذن الله سبحانه وتعالى. لا احد، اذا انا ملك لله كل شيء ملك لله، الله هو المتصرف هو الذي يحدد مصيري، هو الذي يقدر لي الخير، هو الذي يختار لي الخير سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، بالنسبه للاحبه الذين لا يحفظون هذه الايه الضروري ان تحفظها اخي الحبيب، هي اهم ايه في القران، اعظم ايه في القران كما قال النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه يعني قليل من الغفله ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فهذا الاله يعلم من يريد ان يمكر بي، يعلم من يريد ان يمنع عني الرزق. يعلم من يريد ان يضرني، يعلم من يكرهني، يعلم من يحسدني، فهو الذي يقدر ان يصرف عني الشر ويقدر لي الخير سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والارض، اذا كان كرسي الرحمن هذا طبعا اقل بكثير من العرش ونحن لا نستطيع ان نتخيل لان لاننا حتى المسافات الكونيه نحن عاجزون عن تخيلها، فلا يمكن ان نتخيل حجم العرش والله طبعا خارج المكان والزمان سبحانه وتعالى وسع كرسيه كرسي الرحمن اوسع واكبر من الكون وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم فهذا الذي هذا الاله الذي حفظ الكون حفظ السماوات والارض سيحفظني من الشر هذا الاله الذي حفظ كل شيء سيحفظني من الفقر من الحاجه من الدين من الأذى من الحسد من السحر لذلك وهو العلي العظيم فهو علي أكبر من مخلوقاته عظيم أعظم مما تتصوره مهما فكرت برزق الله الله أعظم مهما فكرت برحمة الله الله أعظم مهما فكرت بقدرة الله الله أعظم مما تظن وهو العلي العظيم فهذه الآية المباركة بدأت الله وانتهت بالعظيم بدأت باسم الله وانتهت باسم العظيم وه وهما من الأسماء الحسنى لذلك أخي الحبيب ينبغي أن تحفظ هذه الآية احفظها الآن إذا كنت لا تحفظها على الأقل ستنتفع بها يوم الموت على الأقل ستلقى الله وأنت حافظ لأعظم آية من كتابه العظيم فكر في معانيها كل مرة تدبرها واكتشف معاني جديدة أنا أصدقكم القول أيها الأحبة أقرأ هذه الآية منذ عشرات السنين كلما تفكرت فيها أكتشف معنى جديد سبحان الله فالقرآن كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يفنى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الآية يعني شفاء لنا هي شفاء أيضا على فكرة أن القرآن كله شفاء ومن أهم الآيات التي لها مفعول قوي في الشفاء آية الكرسي النبي كان يحرص عليها بعض الصلوات تحرص عليها قبل النوم يبدأ بها يومه في حالة الأزمات اقرأ آية الكرسي ليكن لتكون هذه الآية يعني منهج في حياتك كل يوم اقرأها عدة مرات وفكر بمعانيها والله يا أخي الحبيب ستتذوق لذة هذه الآية وستشعر بحلاوة القرآن العظيم نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهابه مؤمنا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق